يوم اللي رحت لآخر أيام الزيارات كانوا كله يا بعض اثنينهم هو يا أخوه، حتى يوم اللي نقعد ما يعطينا مجال يعني نبقى نسولف، يعني يبي ياخذ الوقت يعني سريع، ان انا مو مستعجل، ام بي اشوفكم ام بي اتكلم ام بي امزح. يعني حتى اخوي يقول لي يلا يا حسن انا من زمان ما مزحت وياك، يعني ما يقعد مثلا هو في جنبه يطالع وجهه بوجه، ها حسن يلا شو اخبار، يعني ياخذ بالمزحه وياه، يعني يقول لي يلا قوم خلني امزح وياك، خلني اضرب، خلني اسولف وياك. قلت له ماما مو وقته يا حبيبي، الحين احنا جايين نزوركم. له يقول لا انا ابي امزح ويا اخوي، ابي اشوفه. اثنينهم مصابين بالاستقلال، على ان حسن مصاب اكثر، نسبته اكثر، بس يعني الحمد لله اثنينهم ما يعانون من اي الام مال سكلر. يعني حتى شوف حركتهم في يا الشباب ياكل اي شيء يشوفه عادي ياكل، يعني مارس حياته طبيعي. يعني حتى الدكتور اول ما جبته شخص لي حالته قال لي الحمد لله يعني فيهم سكلر بس يتعالجون، مو بال يعني نفس هذيل المرض السكلر، اي بنسبه بسيطه، بالتغذيه، بالحاله النفسيه، بالاكل، يعني بهالاشياء ما ياثر عليه. فعلا ما شفت منهم اي ولا مره الشهيد يعني ترقد، وحتى هالايام الاخيره اللي قاعد يترقدها ما كان انه مريض، بس يعني قبل ما كان مريض اي، بس علشان يقول حتى اشوف اصدقائي اشوفكم، يعني هذا في هذا المجال اللي انا اقدر اخذ فرصه اليكم. ما كان عندنا عيد، لان اتذكر ذيك السنه نروح ل يعني نشوفه ويمزح وياي ويلعب ويا رضا وكيف يسوي له حركات، كل مرة يلعب يعني يطنز علي وما أدري وش. أتذكر هسه إنه ما عندنا عيد، وإنه رضا بعد حتى أخوي الصغير ما لبسنا ثياب العيد، وكلهم يجون لي يقولون لي عيدك مبارك، أقول لهم أي عيد، وجعفر مو موجود، أقول لهم لا عيد والشهيد بعيد، يعني إحنا عندنا ما عندنا عيد، عيدنا ما في هالمرة، ولا بصير عندنا أي عيد. ولا مناسبة بعد. أنا أفتخر إني أكون أخت الشهيد. الشهيد هو بطل رفع راسنا كلنا. حتى إذا هو يطلع مظاهرات إذا أقول له أطلع يقول لي لا تطلعين، أنتين بنية لا تطلعين، أخاف عليش لأن أنا أختي الوحيدة، أخواني البقايا ما يسوون لي نفسه، الحين أنا أتحسر أن أخواني ما يسوون لي نفس الشهيد، الشهيد هو الوحيد اللي يدلل في البيت.